الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نفتتح أشغال الدورة الاستقلالية. بداية نرحب بالسادة والسيدات أعضاء المجلس، بالسادة ممثلي السيد القائد اللي كيتعذر للحضور لهذا الجلسة. نبغي نتأكد على أنه هو عندنا في هذه الدورة كاين جوج ديال النقاط، بالنظر إلى أن النقطة الثانية تتعلق بالتداول في معدات مشروع الكهرباء في إطار الشتات. هذه النقطة اللي غادي نأجلوا المناقشة ديالها إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة، الجلسة اللي تنعقد بعد 15 يوم حسب ما هو متعارف عليه قانونا. الشبكة الكهربائية هو المشروع اللي كيعرف واحد التأخر ديالو. كاين مشروع خدام دابا في 43 مليون سنتيم، أنه المقاولة انتهت من الأشغال وشرطوا شي البورتوات ديال الضوء. اقترحنا أنه إضافة ديال البورتوات، المكتب الوطني للكهرباء طلب منا أنه إلزامية التأشير ديال السلطة المحلية. باقي السيد القائد رافض انه هو يأشر لينا على اللائحة. كاين مشروع ثاني واللي كنبذلوا فيه مجهوده، انه ان شاء الله غادي يكون الدعم ديال وزارة الداخلية وديال المبادرة، لائحة كاينة ديال 120 ديال المواطنين اللي كاينين. المكتب الوطني دار الفرز الاولي ديال هذا الدعم، ولزم علينا انه ضروري حتى هو يكون التأشيرة ديال السيد القائد. السيد القائد كيقول لك ربي انا ماشي مسؤوليتي باش نسني. المكتب الوطني للكهرباء سلم لنا مراسله رسميه كيقول لك انه ضروري انه هو تأشيرة ديال السلطه المحليه، وبالتالي كان لزاما علينا اننا ندرج هذه النقطه لنصل الى حل، وبالتالي ما نبقاوش انه هو ينتظر المجهول، وعدد كبير ديال المواطنين كينتظروا معنا ومراهنين علينا الشيء الكثير باش اننا نلبيو لهم هذا الطموح ديالهم في انهم ينعموا بهذا المطلب البسيط اللي يتعلق بالربط بالشبكه الكهربائيه. وبالتالي بعد تعذر حضور السيد القائد غادي هذه الدوره تبقى مفتوحه ل 15 يوم، على منها مبلغ ديال 200,000 درهم المساهمه ديال الجامعه في البناء ديال المقر. هذه الاتفاقية الأولى، وكاين اتفاقية ثانية حصة الجامعة من الميزانية ديال هذه المجموعة ديال الدعم ديالها، واللي كتبلغ 103,000 درهم. هذه برمجة إجبارية. ثم كاين هناك مراسلة كان جاتنا من طرف السيد العامل كتخص أنه ضرورة اقتناء معدات ديال إطفاء الحرائق، اللي اللجنة اقترحت لها 33,000 درهم. ثم كاين الشطر الثاني من مركز الجامعة 350,000 درهم، وتهيئة مسالك طرقية 350,000 درهم. بالنسبة للشطر الثاني من التهيئة ديال مركز الجامعة، كيف ما كتعرفوا هو أنه هوايا بالنسبة لدفتر التحملات في الأول كان فيه واحد العدد معين ديال الأشغال ما كانش داخلة فيه الجامعة الداخل، حتى بالنسبة لمستوى المساحة ما بين القيادة والجامعة زادت، وبالتالي غيكون تزاد شي 50% ديال الاشغال هذه اللي تزادت على الاشغال اللي كانت مقرره في الاول. المقاول سال الخدمه ديالو اللي كان شاد المشروع. الجامعه كانوا بعض المعيقات في الاخراج المشروع الى حيز الوجود. الجامعه طبقت مع المقاول القانون الملزم في هذا الشان، ومنها انه فرضت عليه واحد الغرامه ديال كتناهز 9 مليون ديال السنتيم، انه نقصنا لي 9 مليون ديال السنتيم على التاخر ديال الاشغال، بالاضافه الى انه هو الاشغال ديال الدلاج هو انه هو عنده هو في دفتر التحملات كاين 10 ديال السنتيم اللي عنده في دفتر ديال التحملات. المكتب ديال الدراسات والمكتب التقني ديال الجامعه من يتبعوا مع الاشراج لقاو غير 7 ديال السنتيم اللي كاينه ديال الدلاج. تخلص هوايا عوض ما يتخلص في 10 السنتيم تخلص في 7 ديال السنتيم اللي كاينه، وتحيدات ليه 9
ديال المليون كظاهرة على التأخر ديال الأشغال. من هذا المارشي هذا اللي تخلصوا لسانة بقات عندنا 15 مليون، 15 مليون شاطت من هذا المارشي، ما غاديش تبان عندنا دابا، ما غادي تبان عندنا في الفائض حتى الدور ديال شهر جوج. وبالتالي فهذا المبلغ اللي اقترحنا حنايا ديال الاشغال الاضافي ديال 35 مليون بحال زدنا غير 20 و15 بقات من المارشي. بالنسبه للتهيئه ديال المسالك الطرقيه اقترحنا 6 ديال المقاطع الطرقيه المهمه. وفي هذا الشان بالنسبه للمسالك الطرقيه هو انه كاين عندنا جوج ديال المشاريع اللي مهمه اللي كنتظروا الاخراج ديال الحيز الوجود. كاين مشروع دفعناه لوزاره الداخليه والاتصالات ديالنا وبالدعم ديال السيد العامل، لانه في هذا الشان السيد العامل كان مشكورا بدفع عن واحد المجهود كبير في الاتصال مباشره بالمصالح ديال وزاره الداخليه، ولا من خلال انه هو يعطينا واحد المذكره لدعمنا في ان وزاره الداخليه دعمنا في البناء ديال هذيك المسالك ديال 29 كيلومتر ديال المسالك الطرقيه اللي حاولنا ما امكن انه هو نركزوا على المسالك الطرقيه الكبيره. كاين عندنا ثاني المشروع الثاني ديال المسالك الطرقيه هو ما يتعلق بالقرض من صندوق التجهيز الجماعي، واللي سبق اننا صادقنا عليه في دوره سابقه. هذا المشروع حتى هو راه غادي في الدراسه ديالو، وغادي تكون ان شاء الله نتائج ايجابيه، لا سيما انه مع الدعم الجديد اللي عطاتنا وزاره الداخليه انه غادي يكون صالحنا باش اننا نحصلوا على هذاك الدعم باش يمكن اننا نديروا به هو مسالك طرقيه كبيره. مازال ما تحدوش المسالك الطرقيه اللي غادي نداروا، واللي غادي نراهنوا فيها من غير ناكد السيدات والساده اعضاء المجلس هو انه الدائره اللي تضرها بعيدا عن اي حسابات سياسيه او حسابات شخصيه، انه الدوائر اللي متضرره غادي تستافد، وغالبا جميع الدوائر غادي يستافدوا. هذا ايضا الى جانب المشروع ديال التصوير ديال المقابر. الحمد لله غادي السنه اللي فاتت انه هو يتم تصوير جوج ديال المقابر، هاد السنه غادي يكون تصوير ديال جوج المقابر، ونتمنوا انه هو السنه المقبله يكونوا ثلاثه ولا اربعه ديال المقابر. ودائما كنأكد على انه هو راه ما كاينش شي حسابات خاصه اللي غادي نبنيو عليها في الاختيار ديال المسالك الطرقيه والمقابر، فقط انه المقابر اللي متضرره اللي ما عندها السور، والمسالك الطرقيه اللي هي في حاجه ماسه الى ترميم والى بناء. مصوتون بنعم بالاجماع وباب 20. مصوتون بالاجماع الباب 30 بالاجماع الباب 50. مصوتون بالاجماع الباب 60 بالاجماع. نقول قد انهينا التداول في هذه النقطه، وارجع مناقشه النقطه الثانيه الى جلسه 15 غشت. اعطي الكلمه للسيد مادام الدوره مفتوحه فتلاوه الباقيه غادي يبقى حتى نهايه اشغال هذه الدوره. شكرا على تلبيتكم الحضور رفعت الجلسه.